نبس تعصب ولا اي مشاكل اهلي وزمالك طبعا قبل المباراة، ولا وانت ستة اللي عملتها واحد وانت عملتها ولا ستة واحد ولا الأهلي هيكسب بكرة 6-1. رأيك يا كابتن عفت في التصريح كابتن سمير كمونة إن قال بكرة النادي الأهلي هيكسب 6-1؟ لسه بنقول مفيش تعصب، لسه بنقول نجم الزمالك احنا هناخد رأي كابتن الراجل. عفت بص من اول الحاجات النوادر دي يعني حصلت في التاريخ كله قبل كده 3 مرات، مرتين الزمالك كسب 6-0 والاهلي كسب 6-1، فدي حاجات من النوادر. انما دلوقتي مرتين الزمالك ولا مره واحده؟ لا مرتين. مرتين مرتين سنه كام؟ 43 و44. عندك ما يثبت؟ والله طلع الاستاذ حسن مستكاوي وفي جرنان الاهرام وكانت موجوده، واعتقد ان موجود في اتحاد الكوره برضو في الارشيف بتاع اتحاد الكوره موجود، وكان ليها وقائع يعني بعض لعيبه النادي الاهلي، حتى الشيخ طه كان بيقول ان الاهلي ما لعبش فرقته بالكامل يعني، بس بعد كده لما نزلوا التشكيل والكلام ده وطلع كانت الفرقه كلها كانت موجوده عادي يعني. وده سبب تسميه كمان الزمالك نادي فاروق، لان الملك كان حاضر المباراه فغير اسم نادي الزمالك لاسم نادي فاروق. تمام. ممكن يتكرر النتيجة 6-1، ممكن النادي الأهلي يكسب بكرة 6-1 زي ما الكابتن سمير كمونة قال. أولا بالتوفيق للفريقين، بس ما أعتقدش إن في يعني في فرقة دلوقتي، انسى إن الكابتن سمير قاعد جنبك. لا خالص والله ما أعتقدش إن في فرقة ممكن تكسب الزمالك دلوقتي. كابتن عارف إحنا مش قاعدين جنب بعض وأنا قلت لك إيه؟ لا لا دي ده هو قال إن هو كان بيهزر يعني والموضوع كده يعني، بس أنا بقول لك لا ماليش حل فيه. هي النتيجة دي مش كانت صحيحه قبل كده؟ لا احنا بنتكلم على ماتش بكره. بقول الصح، بقول اللي حصل ما بكذبش، وقلت يا جماعه انا بهزر يعني عشان نادي يعني الاهلي. هي كانت دعابه مش ما اقصدش ان انا ضايق، مش تحليل يعني. لا لا توقع ان انت كابتن عفت كده. لا لو حصلت بكره انت هتروح في حته ده ليه يعني؟ يعني توقع ولا كنت بتهزر؟ بخاوي اسمعني بس لك على الجرح. هي في بخواه في الكوره في كل حاجه فعلا. طبعا حضرت انت ده حاجات كتير. طبعا في حاجات، في ناس بتعمل حاجات وفي ناس بتمشي معاها وفي ناس ما بتصدقهاش يعني. في يعني وانت بتلعب حضرت ده عملته ده؟ لا انا ما عملتوش. او فرقه انا اعرف، انا كنت اعرف ان في لعيبه، يمكن كابتن عفت عارف كمان في لعيبه في جيلنا كانت بتروح للشيوخ وتعمل لها زي حجاب او حاجه، الحاجات اللي بتتعمل دي وكانت بتمشي للشيوخ ولا الساحر؟ لا اعوذ بالله، الصحراء دي مشكله. ما انا حاجه بيبقى حاجه طبعا حاجه يعني اقوى حاجه في السحر دي يعني. في افريقيا لعيبه افارقه طبعا طبعا، لكن بتبقى ممكن بتبقى حاجه يعني ايه، قران يقرا القران يحصن ويعني رؤيه شرعيه حاجات كده، حاجات. طب ودي حاجه طبيعيه. بس في ناس كانت بتؤمن بيها وكانت بتمشي معاها يعني، لكن فعلا طبعا وطبعا انا مش مع مدربين ولا لعيبه. المدربين ولاعيبه، وانا حتى يعني انت ممكن تعمل حاجات دي منك نفسك، انك تصلي وتقرا قران طبعاً، لكن ده انا ضد دي، لان هي طبعا يعني ما زي ما يعني ما الواحد يقرا قران عشان ربنا يحفظه. طبعاً. انما كان في مدربين كانوا بيستعينوا بشيوخ، ولعيبه كانت بتسافر قبل المباراه بيوم يجيبوا بعض الحاجات يرشوها في الملعب وحاجات من دي فعلا خرافات يعني. مش حاجات دي في جيلك كابتن عفت؟ كان في كده ومعروفين يعني، يعني كل مين في مدربين يعني وفي فعلا بيقولوا في لعيبه معروفين واحنا عارفينه بس ما نقدرش نقول اسامي. بس ما ينفعش يعني خلاص، ممكن انت تكون مالكش حل، انت عايز تودينا في داهيه النهارده. لا انا بسال اسئله عاديه والله. لا دي مش عاديه. ليه؟ دي تسبب مشاكل كبيره جدا فعلا. طبعا طبعا، في ناس كانت بتعمل حاجات اعوذ بالله يعني، بس ما يتقالش، ما ينفعش يتقال اساميها حفاظا عليهم وحفاظا على وفي مدربين فشله يجي يقول لك اصل معمول عمل ومعمول الكلام دوت. في برضه فشله كتير جدا يعني، والواحد شافهم قبل كده. انما بص، لو الموضوع بالدين وبالحاجات دي يبقى احنا كنا زماننا ابطال العالم.
انما الموضوع كله اجتهاد وموضوع انت بتشوف شغلك بشكل كويس وانا بشوف شغلك وربنا بيدي كل واحد على قد عمله وفي الاخر لنا حساب عند الله سبحانه وتعالى بعيد عن اي حاجه. هو, هو العمل نفسه هو عباده يعني, فبالتالي يعني انك تشتغل و بالظبط كده يعني مش العمل التاني بقى اللي بتعمل سحر وبتاع والكلام ده. لا انا اقصد يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره, انا بس مش عايز اروح في قصه الدين, انا بتكلم في الكوره, لكن يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل يعني. بالظبط كده, ملاش دعوه بقى لا كده ولا كده. لكن ابرز وقعه انت ما تنساها